غابرييلا يونس ميد وايف بتطرح المواضيع يلي بتتولى صاحبة الاختصاص التعامل معها من مرحلة الاستعداد لاستقبال المولود إلى ولادته وما بعد الولادة بسبيل تسهيل وتنظيم حياة أفضل للأم والمولود. لقاء رح يكون شيق، تابعونا واسمعوا واستمتعوا. مرحبا غابرييلا. بونجور بونجور، شرفتينا غابرييلا. أول شيء موضوع جدا مهم لقلنا نحن كستات. بداية بدي أعرف منك بتعريف الميدوايف. نحن كنا نسمع فيها من زمان، حكينا فيها ببداية الحلقة إنه هي الداية اللي كانت تتولد بقلب البيت، وكانت بعد ما يعني الطبيب بعد مش هالقد كان ياخد هيدي المهمة. اتطورنا، صار في جينيكو، صرنا بعد الداية درجة هالأيام. بعد الداية دارجة، ما بقى في داية. أيوة بقوله. ما بقى في داية، صار في شيء اسمه ساشفام. هي الداية كانت تاخدها وراثة من أحد أهلها يعني بالعائلة. الساشفام لا، تدرسها بالجامعة، موجودة بأكثر من جامعة بلبنان. فنحن كمان مسؤوليتنا مثل ما قلتي نكون مع البريجننت وومن دقائق أزات من لحظة اللي بتعرف حالها إنه هي حبلة لحد ما بعد ما تولد. فهيدي إذا بدك الداية الدارجة. والميدوايف هي هيدي الميدوايف. نحن ميدوايفز وي ار هيلث كير وركرز، بنكون عم نشتغل مع البريجننت وومن دقائق ازت من لحظه تعرف حالها انه هي حبله. فينا نكون عم نوصف لها الادويه، فينا نكون عم نعمل لها فحوصات الدم، فينا نكون عم نطلب لها حيلا فحص معقول تكون عايزته غير هيك، ومنتبعها خلال الحبل مثلنا مثل حيلا حكيم، منتبعها خلال الولاده كمان، بنكون حدها بنقول لها كيف لازم تشد، وين اي ساعه لازم تعمل هيدا الاكزرسيس، بنفسر لها الامور كلها. وحتى ما بعد الولاده نحن فينا نضل نكون عم نتابعها وعم نتابع ابنها. طب يعني شو الفرق بين الميدوايف والجينيكو؟ السؤال الشهير. نحن حدودنا بتوقع لعند الولادة الطبيعية والبريجننسيز اللي خالية من الهاي ريسكس. أوكي؟ فنحن اللي منفرقنا عن الحكيم هو السيزاريان أو العملية القيصرية. فكل شيء عملية جراحية بتكون من قبل الطبيب. أما بالنسبة لنحن منكون بس يعني بالبريجننسي اللي لو ريسك، ما في ما فيها هاي ريسك والناتشرال بيرث. شو الاستعدادات غابرييلا كساش فام اللي بتعلموها لكل امراه حامل ما قبل الولاده؟ البرينيتال كلاسز. البرينيتال كلاسز هي كمان من اختصاصنا، هن تقريبا 7 سيشنز بيكونوا. وهون انا بحب اقول للامات بليز ينتبهوا، لانه في كتار عم يعطوا برينيتال كلاسز، في كتار عم يعطوا صفوف تحضير للولاده، بس عم يعطوهم صف او اثنين او ثلاثه، ما عم يعطوهم كل شيء كامل. فهن كل حدا بده يروح ياخذ برينيتال كلاسز يتاكد انه هن 7 سيشنز عن جد. يمكن اذا حكينا شو بتتضمن هالصفوف بصيروا يعرفوا اذا اخذوها كلها ولا لا. اكيد رح نقول شو بتتضمن، بس هن يعني مثل ما قلنا تحضير للولادة. بتتضمن كل شيء خلال الحبل، شو لازم تاكل، شو ما لازم تاكل، هل لازم تكون موجودة حد حيوانات ولا لا، كل الأسئلة اللي معقولة تخطر على بال مثل المرأة. مثل البسينة بيقولوا لك المرأة الحامل اوعى تقرب صوب بسينة. بتذكرها هي، أنا كنت كتير منيح، كنت كتير تخافي منهم من الوبر البسينات وهيك. في كتير إذا بدنا نصحح، وأنا أقعد نصحح كتير قصص، بس 100% بتكون عندها كل المعلومات اللي لازم تكون عم تعرفها خلال الحبل، من شو لازم إذا فيها تعمل exercises ولا لا، إذا فيها تعمل سبور، إذا هيدا هيدولي بخصوص البريجننسي. إن ليبر تعرف كل شيء من كيف تتنفس لكيف تشد لتولد ابنه أو بنته. فكمان نعرف during pregnancy during labor sorry شو الاكسرسايزز اللي لازم تعملهم، حتى كيف لازم تكون قاعدة، أي متى لازم تعمل هيك، أي متى لازم تعمل هيك، شو ناطرة، شو البروسيدور اللي عم بتصير، دقائق ذات شو عم يعمل ابنه حتى يقدر يظهر. هي ذا فاكت عرفت هيدول الامور وتجاوبت على اسئلتها، رح يبطل عندها هيدا الخوف وهيدا الحاجز الكبير من الولاده ومن انه شو ناطره. وكمان البرينيتال كلاسز بتتضمن ما بعد الولاده من بريست فيدينج، من سكن تو سكن، اي متى لازم ينقص الحبل السره، هل لازم ينقص بسرعه دغري ولا لازم ننطر قد ايه. لازم هيدي المرحله بدنا نحكي فيها بالتفصيل اكيد. ولكن بما انه ذكرت الليبر، غير انه عم نهيئها للمرأة لتكون جاهزة للولادة، قدي منكون كمان عم نعطيها يمكن معلومات enough to enjoy
الولادة. ايه كثير. لأنه كثير من الأوقات قد ما الست بتكون خايفة she doesn't enjoy the moment. صح صح صح. في خصوصا عنا بلبنان كثير fear of labor، كثير بيخافوا من الولادة لأنه بيسمعوا يمين شمال هيك صار مع أختي هيك صار، ونحن بحبوا أنه تشير مجتمعنا تشير their experience. صح. فهون من ميلة هن بفكروا حالهم عم بيساعدوا المرأة، هن بالمقابل عم بيخوفوها، والمرأة لم يبتلجأ ساعتها بتلجأ لجوجل which is كمان جوجل منه على طول مزبوط. سو لا بالعكس تلجأ لنا قلنا تعرف بتبطل خايفة بتعرف حالها شو ناطرها، بنتفادى بيبي بلوز بعدين اللي هي الديبريسيون تبع من بعد الولادة، بنتفادى كتير أمور. أكيد. أوكي. بدنا نحكي هلأ عن مرحلة ما بعد الولادة، حضرتيها she got labor جابت هالبيبي أو حتى ضمن الولادة. صح. أنا بتذكر هذا النهار ما بنسيب حياتي. وقت يجيبولك البيبي لعندك بلا إرادتك ولا شعورية بتصيري تبكي وبتبوسيه وهيك وبتصيري إنه بدك تطمني على صحته. طيب اليوم قطعنا هيدي المرحلة. نعم. تاني مرحلة تجي موضوع البريست فيدينج مثل ما حكيتي يلي هي أصعب مرحلة. رولو كوستر. يعني أنا فاتت لعند النيرس قالت لي مدام واحد اثنين ثلاثة عشرة طلعت فيها قلت لها ما بعرف قالت لي هيك قلت لها كيف يعني هيك صح. حكينا عن كل هالتفاصيل. هون كمان اللي بتاخد prenatal classes بيكون فيها breast feeding sessions بتكون من ضمن ال 7 sessions، بس كمان فيها المرة اللي already ولدت وما أخذت prenatal classes في شيء اسمه breast feeding sessions، لأنه مثل ما أنت قلت بيعطوك كم هائل من المعلومات وبيعطوك هالولد وأنت دبري حالك وأنت already بيكون في عندك flow of بعدنا hormones. بعدنا هون هيك كابريلا؟ بعدنا إيه بعد فيه للأسف. أو عم ياخدوا مثل ما قلت لك كلمة أو اثنين وهن عاملوا حالهم أنه عطوا عرفتي أو كوتشز عم يعطوا prenatal classes، حرام يعني خلي كل واحد بشغلته عرفتي. فإيه مع الهرمونز مع الflow of hormones flow of emotions مع كذا بيعطوك هالولد ويلا go for it. بس قد ايه الغريزة كمان بتلعب دور؟ يعني غريزتك بتخليك تعرفي تعملي breast feeding، غريزتك بتخليك تحبي الولد، الغريزة بتمشيك. بس غريزتك ما رح تقلك كيف اتصرف in case of complications in صح. case of مثلا الولد نحن الولد عنده sucking reflux اول ما يخلق، بس مش كل الولاد عنده اياها دغري، مش كل الولاد بتعرف شو بدها تعمل دغري، فنحن هون موجودين حدا لنفهمها انه هيدا sucking reflux هيدا لا. اوكي فيك تغيري بوزيشن، نحن معودين على البوزيشن العاديه هيك صحيح. حملنا الولد رضعنا، هو اكشلي في مور ذان 17 بوزيشنز انه نكون عم نعلمها للام اللي عندها توينز، لا اكثر من كا مثلا الانغورجمون دو سان او حيا لا شيء، كل اذا بدك مشكله إلى حل، ونحن بنكون عم نعطيها هيدا الحل عم نعطيها بعدين، بس ذا فاكت انه تطمن تعرف انه في سبورت حدا تعرف انه في المعلومه الصحيحه وقرد هي تكون تعرف هالمعلومات هيدا لحالها از بيج ريليف، يعني تتعلم شو هن الملك كيف بيجي شو هن الهرمونز اللي بيشتغلوا شو هن البوزيشنز شو الادفانتجز شو لازم تاكل شو ما لازم تاكل شو اللي بيقطع بالحليب تمشي على هيدا الاساس 100% شو اللي بيقطع بالحليب شو اللي ما بيقطع بقلب الحليب كيف البوزيشن تبع ابنك كيف لازم تحطه شو هن الساينز كيف انتبه انه ابني هل شبع ما شبع، نحن معودين من طعميه اوكي وبنرجع بنعطيه بيبرون لنتاكد انه شبع which is هيدا كثير غلط. في بتتعلم معنا ساينز كيف بنعرف انه البيبي شبع كيف بنعرف انه البيبي is in good health the baby ولا شو هن الساينز اللي warning signs لازم نكون عم بحكي فيها البيدياتر لازم اتحرك لازم انتبه. بتعرفي بس نحكي عن الطب نحن منشوف حالنا بلبنان هلأ عن جد تعجبت لأنه أنا مولدة من كتير زمان بلس مولدة بأمريكا فما بعرف كيف بتكون الإكسبيرينس هون تعجبت أنه عن جد منشوف حالنا بالطبابة عنا بلبنان ومنشوف حالنا بهيك كيف بنتعامل مع بعض يعني هول مينيموم يكونوا موجودين لريحتها النفسيه للمراه او صح. للام خلينا نحكي قبل مرحله البريست فيدينج كمان انا في مرحله كثير حساسه بحسها وقت قص الكوردون وبعرف انه مفروض انه البي يقص لحتى الولد على الاقل ما يحس حاله كثير غريب على القليله يكون البي هو اللي عم يفصله عن امه قد ايه بنشدد كمان على هيدي الفكره ما بعرف اذا صح
اكيد يوجوالي 99% الحكمة عم بقصوا. لا لا كرمال هيك بنعطيهم بالبرينيتال كرمال هيك. في شيء اسمه بيرث بلان في شيء اسمه اكيد عملتيه لنحكي واقع قبل ما يعني نكفي الفكره تبع تمار. في ابوات بخافوا ما بيفوتوا لا على الولاده وما بيقبلوا يشوفوا مرتهم عم بتتولد وما بدهم يقصوا هن فبيتركوها كلها للحكيم كمان. يمكن لازم ياخذوا كل هول السيشنز معها. هيدا هو كمان one of the benefits للبرينيتال كلاسز. برينيتال كلاسز مش بس للام. البرينيتال كلاسز بتكون للام وللبي هن اكثر شيء للكوبلز وهن بيقرروا اذا بحبوا يجيبوا بعض حدا كمان يكونوا عم بيخبروه عم بيعرفوه يا اهلا وسهلا. بس هي للكوبلز اكثر شيء يعني نحن بنفكر انه الولاده خلص ام ايجال ام ننسى انه لحالة في بي ولا رح تربيه لحالها ولا مسؤوله عنه لحالها. والله عم بتربيه لحالها هلا بعدنا عم نحكي بعدكم بالفقره صح. لا كثير مهم وجود البي وتفكت هو كان موجود معنا بالبرينيتال كلاسز واكثر من برينيتال كلاسز انا اوريدي صرت عطيتها مع وجود البي بيصير واقف البي عم يطلع هيك نقزين واو ايه اف في كل هول القصص بصير هو عم يعرف بصير هو يخبر حتى اللي حواليه بتحسي انه البي حتى تغير تتغير نظرته لمرته للاحلى بس يكون عم يعرف كل شيء ما بينقص ما بينقص مش فجاه بتحطيه وبتكبيه وبتقولي له يلا تفضل تفرج على هيدا الشيء لا ما بينقص بيكون عارف شو ناطره عارف شو واصله عارف شو بده يعمل كمان لحظه من زمان يعني نحن كيف خلقنا وربونا وعشنا ما كان في كل هيدا الشيء من زمان ما كان في كل هيدا الشيء هلا صار في من قبل كمان كان في كثير يعني. مشاكل اذا بدنا نفوت بهالموضوع قبل كان في كثير مشاكل مع الزوج والمراه حتى المراه في يمكن ولادتنا كانت تروما جابرييلا يمكن اساسا لحظه الولاده تبعيتنا كانت اول تروما نحن عشناها هيدا اوف بتوصل لكثير مشاكل في منهم كانوا في نسوان كانوا يموتوا في أوكي. رجال كانوا ما بقى بدي مرتي مظبوط طب جابرييلا حبيبه بتخبرنا عن الكوردون بدك الكوردون اكيد منعلم البي منعلم الام اي متى لازم ينقص شو لازم ننطر شو هن كيف يقصوا اذا هو منحضره نفسيا اذا هو ردي انه يقص هالكوردون ولا لا لازم يكون قلبه قوي لازم يكون قلبه قوي لازم يكون محضر اوكي لازم يكون محاط اوكي طيب قطعنا مرحله الامبارك الكورد ما بعد الولاده جبنا الهديه الحلوه بالحياه لانه انا بعتبرها ميركل وام نيو مام سو بعد المشاعر كلها عندي فيضان خلينا نقول الحقيبة الولادة اللي بدنا نرتبها وكلنا بننسى قصص آخر دقيقة على التعصيب وعلى الهيدا لازم نكون محضرينها قبل بقدي وقت وشو لازم نحط فيها الهوسبيتال باك كمان في عنا سيرفيسز اسمها بس هوسبيتال باك تشيك ليست هي كمان في موجودة بقلب البرينيتال كلاسز شو بدك تحطي فيها لا هو اهم عنصر نحن لازم نكون عم نهتم له انه ما نحط قصص مش عايزينها اوريدي وير غانا بي اوفرويلد وهيدي كمان الهوسبيتال باج انا كمان بحطها للبي كمان هو ينتبه لانه الام رح تكون موجوعه رح تكون كذا ما رح تكون قاعده فاضيه تقول لك وين حطيت الكلسات تبع البيبي باي شنطه بس هي بدها تكون محضرتها قبل بشهرين اكيد محضر اكيد تفضل انه تبلشي تكوني عم تحضريها من السبعة اشهر صح الهوسبيتال باج سو بنحط فيها تياب للبيبي تياب لك تياب للزلمه كمان اذا بده يكون عم بينام معك حتى انا بطلب منهم لانه بيكونوا اخذين معي برينيتال كلاسز وهيك بنجيب بافل صغير فيه ميوزيك لانه ليبر منه قصاص يعني مزور. انت لا يو هاف تو انجوي ات ناخذ بافل صغير فيه ميوزيك خاصة اذا شيز غانا بريست فيد شي نيدز سم ميوزيك شي نيدز ميوزيك واذا ما بدها تولد اذا بدها تولد بلا ابيديورال بدها النون ميديكال بين ريليف لا زدتيها كثير بلا ابيديورال كمان كنت عم شوف الصوره اذا بدها تولد بلا ابيديورال هيدي سوبر مام يعني هيدي مش سوبر مام سوبر مام وسوبر عم بتصير سوبر عم بتصير منا شيء جاي من الفضاء هل هو التحضير اللي بيخليها تكون هالقد ردي ومش خايفه؟ من التحضير اكيد وشرعا من التحضير اكيد علقي لنا شوي على الصور يلي عم نشوفها جابرييلا هون عنا بيبي زغطور هون اضطرينا انه نكون عم نعطيه باطل بس هيدا اكشلي الميلك اوف مام سو كمان تعلمت المام هاو تو بام كيف تخزن هالحليب وودت لنا اياه على الاوبيتال وكنا عم نعطيه للبيبي لانه هون نحن بالنيونات
الأمهات يعني الوحدة الفائقة للأطفال مش سوري الـ NICU مش النيونات العادية النيوناتال انتنسيف كير. سو كان عنده مشكلة كان بريماتشور بيبي وعلمنا الماما كيف تعمل بريست فيدينغ علمناها كيف تعمل بومبينغ ولحتى ودت لنا الحليب. اوكي بنعلم المام كيف تعمل السيبريشن اذا كانت بدها اكيد اذا بدها تنتقل على الشغل اكيد بنعلم بيبي بلوز او مش بيبي بلوز يعني بتكون الايموشنز تبعيتها صح فيري ايموشنال بنعلمها اول شيء كيف تحضر البيبي وكيف تحضر حاله وكيف تحضر ذا سبلاي اوف ميلك كمان كيف تعمل بامبينج كيف تخزنهم كيف تبلش شوي شوي تعود البيبي انه راح يصير في شيء النينة وفي البريست اوف مام طما يصير في عنا بطل اند نيبل كونفيوجن عادة بس بينصحوكي من اول الطريق اذا انت بدك تعطي لنقول بامبينج بريست من اول الطريق أو من اول الطريق علميه لنقول دوري له مره رضاعه مره مثلا ببرونه كرمال يتعود على النبل تبع الببرونه بس بيصير يتعود بس على الببرونه لانه اسهل رح يتعود على الببرونه ما رح يتعود على صدره ونحن بدنا اول فتره لانه البيبي بيشفط ثلاث مرات اكثر من البامبر صحيح فنحن ما بدنا انه يبلش يتعود. جابرييلا بالحديث عن موضوع يعني الولاده كيف بتحضريهم البيبي بلوز ذكرتها هلا تمام انا بتذكر يسالوني اقول لهم ما قطعت فيها بس رجعت هلا عم بعمل ريكاب لافكاري قطعت فيها بس شوي كثير بسيط بس في نساء بيقطعوا فيها لاشهر ست شهور سنه 100% يعني صرت اطلع فيه هيك لابني وابكي فوقه ابكي فوقه امي لاحظت علي قالت لي هو هو هو, هو ما بدنا نعطيه نيجاتيف فايبس ليه المره بتطلع ببيبي بلوز صار يجيني افكار انه انا ليه جبتك على هالدنيا ليه ما بتعرفي هيك افكار مشوشه كلها براسي ليك هلا سو انت كنت عم تقولي قطعت فيها نتفة ما نتفة أوكي نحنا بالميديكال تيرمز عنا في عنا أول شيء ديبريشن نرجع بعدين يعني منقسمهم أوكي مش دغلي عندك بيبي بلوز بيبي بلوز هي آخر ستيج أوكي نحنا عنا ستيجز للموضوع كرمال هيك أنت حسيت أنه قطعت بنتفة ما قطعت بكتير ليه بتقطع فيها المرة؟ flow of hormones, flow of emotions كمان السبورت اللي حواليها العالم اللي حواليها بيساعدها كتير يعني أنت أمك لفتت لك نظرك على هذا الموضوع لو أخذ prenatal classes كانوا لفتوا لك نظرك على هذا الموضوع كنت عرفت كيف تتحكمي بهذا الشيء كنت عرفت أنه أنا عم بوصل لشيء نحن لو ما كانت موجودة أمك حدك كنت وصلت يمكن ل depression لبيبي بلوز فأمك الانتوراج تبعولي كيف أنت محاطة شو أنت المعلومات اللي بتعرفيها هدول كلهم بيأثروا عليك بس جابرييلا بس تقولي flow of hormones و flow of emotions يعني شبه مضطرين نحس مضطرين بس في كتير ناس ما بتعمل بيبي بلوز وأنا منهم ايه مضطرين كيف منفسرها الست اللي ما بتعمل بيبي بلوز نيالة أجسام يعني مش تقلك كل واحد كاركتر يعني أنت هلأ بتنوجعي قد ما هي بتنوجع أكيد لا أنا بنوجع قد ما أنت بتنوجعي أكيد لا كل حدا منا عنده دقريات له بالحياة في عالم بتبكي من أسخف شيء نظرتنا للولادة أو نظرتنا للولد أو قديك كنا حابين أنه نجيب هيدول one of the factors هيدول one of the factors كتير factors نظرتنا قدرتنا المادية قدرتنا بالمجتمع قدي نحن كنا ردي يمكن عقليا ونفسيا وجسديا يمكن فجأة تحبلي يمكن it's not the right time يمكن you're a fashion model عندك whatever runway عندك whatsoever طيب أكثر شيء بخوفنا بتخيل هيدي بتخيل انه كلنا متفقين عليها حمام الولد حمام البيبي انا اول شهر ما حممت كلنا. انا خليت اختي عملت معها ديل قلت لك اليوم الساعه 7 انت بتطلعي بتحممي لابني قد ما كان صغير قد الفروج بيخلقوا هالقد خاف انه يوقع من ايدي بتخافي بالبرينيتال كلاسز بجيب لك فروج تحممي فروج دير تو سمول اول كم حمام بصيروا يبكوا كثير يبكوا كثير مش بعدين وهيك بصير مهضوم الحمام معهم هيدي كمان اكيد اذا انت محضره لها اكيد بتتعلم حمام البيبي البابا بيتعلم حمام البيبي بيتعلم كيف يحط كوش في عن جد في رجال ما بتعرف ايفن تحط كوش ما بتعرف كيف بدها تحمل البيبي زورونا ايه فهيدول كلهم بيتعلمون اكيد ما ليك انت بتروحي على ماراثون مش محضرتي له
هيدا أسخف شيء أنا بقوله. ما فيكم تروحوا على ماراثون ناويين تنجحوا فيه وما تروحوا محضرين. سو أنا كرمل هيك بدعي وكرمل هيك نحن موجودين اليوم لندعيهم أنه ياخدوا prenatal classes. شو هي الصعوبة اليوم يعني بظل الظروف البشعة يلي نحن فيها؟ مش حأذكر ظرف معين لأنه كل ظروفنا ما عم تسمح to enjoy life. شو هي الأشياء اللي عم نعاني منها بهالمرحلة بالذات؟ الأمهات شو عم بيعانوا؟ هل عم نحس كبرييلا ببعض الأوقات عم تقطع هالمرحلة مرور الكرام؟ عم تقطع كتير مرور الكرام، عم تقطع مرور الكرام وعم بلاحظوا إنه هلأ في أولويات، أنا لازم كون عم أقطع هيدا الشيء على هيدا الشيء، بس هن للأسف إلا ما يوقعوا بالجورة ليعرفوا إنه إيه هيدا عن جد كان مهم كان لازم آخذه. شو روحنا علينا في شيء ما بيتكرر. صح. جابرييلا قدي اليوم إذا ما في سبورت للأم من حواليها، يمكن أما أهلها، أوقات في صبايا كتير مثلاً أمياتهم توفوا، حماتها مش موجودة، إخوة مش موجود، السبورت وقتها ما يكون في سبورت قدي هيدا بيأدي لبيبي بلوز، قدي بيأدي لشعور بالوحدة، قدي بيأدي أوقات إنها تفش خلقها بهالبيبي الصغير لأنه هي ما قادرة تفهم هالمسؤولية اللي إجتها هيك خبط لزق فرد مرة. كتير مرة أذكرها هيك على السريع، كنت عم ولد مرة هي وعم بتولد كانت عم تبكي وعم تقول أنا ما بقدر أعمل هيدا الشيء، يعني قدي هي حاسة حالها ضعيفة لأنه كانت لحالها ما كان في حدا حواليها ما كان في أنتوراج. أول ما خلق البيبي كانت عم بتقول ما بعرف ما بقدر هيك، يعني هيك عم ترجف هيك. فأكيد لو كان في حدا ولو كانت محاطة من الأول مزبوط هيدا الشيء بيخلينا نتفادى كتير قصص كتير مش شوي. طب السبورت تبع الرجل بحياته كتير مهم. كتير مهم support of a guy كتير مش شوي، يعني البي ما حدا رح يقدر يروقها ويضحكها حتى لو نحنا موجودين حدا. بالنهاية نحنا هلأ تعرفنا عليها للمرة غير أنه ما تكون عايشة قردي هي وجوزها، هو بيعرف كيف يروقها. يعني إيه اسمه الشريك، اسمه partner. مرسي 100% اسمه partner. بس في منهم أنانية، رجال أنانية، خلقوا بطبعهم أنانية. نحن منظبط لك الوضع بالprenatal classes. طيب جابرييلا في كمان مرحلة كتير دقيقة لازم ينشغل عليها وأم شور أنه عم تعملوا اللي لازم، بدي بليز كمان تفسري لنا عنها. كتير من الأوقات الأم بتهمل الزوج صح لأنه بتتفرغ بالكامل للولد. صح. كيف تعرف حدودها؟ أي متى توقف يمكن مع الولد لحتى تعطي وقت للبي كمان شوي؟ نحن أول شيء أنا بقوله للأم، شو الطريقة ما تحس حالها مقصرة؟ exactly. أول شيء بقوله للأم أنه شيلي عن كتافك، يعني المسؤولية مش 1000% عليك، لا عن جد، يعني وسقي أنك تطلعي تتركي البيبي مع أمك، مع حماتك، مع أختك، مين من كان، وفيك تطلعي أنت وجوزك. وخلينا بليز نوقف نقول للأم نامي على نومة البيبي. ما هون نحن بس لحظة ها نامي على نومة البيبي، هيدي أنا الإيد كونسلتنس يقولوا إنه غلط. ايه أو قد بتأدي لديبرشن، يمكن هي تطلع عبالة ما بدها تنام، تطلع عبالة ظبط شعرها، تعمل ميك اب، ظبط شيء بالبيت. 100% يمكن عبالك تقعد أنت وجوزك، قلك مدري قد ايه مش قاعدة لحالك أنت وياه. نحن أول فترة بيجي لعنا هجوج وماجوج أول ما تولد المرة، كمان هيدا غلط. كمان بنعلمهم كيف يحطوا حدود للناس اللي حواليهم بطريقة إنه يكونوا their rights are being موجودين، يعني عم نحط their rights هن وتكون هي الفام وجوزها مرتاحين. سو هيدا نامي على نومة البيبي خاطئة على الآخر. على الآخر لا أختي أنا بركي مني نعسانة، بركي بدي أقعد أنا وجوزي، بدي أتحمم، بدي أعمل شعراتي، اشتقت أكل لقمة على رواق، ما في ضجة، ما في عالم. أنا كنت أنزل أصبغ شعري وقت ينام، يعني أخذ تايم فور ماي سيلف، بحس حالي إنه أي نيد تو بي بيوتيفول. أرجع بالطيارة أول شيء بيقولوا لنا إياه أنقذوا نفسكم ورجعوا أنقذوا اللي حواليكم. أنت إذا ما اهتميتي بحالك، ما اهتميتي بنفسيتك، ما رح تقدري تعطي الكير المنيحة لل زلمة ولا الولد. أوكي. جابرييلا يونس شكرا على وجودك معنا as a midwife و thank you على هالتيبس. أخذنا كتير منك انفوز اليوم، يعطيك ألف عافية. شكرا على وجودك. شكرا لأنه رديتينا لأجمل مرحلة عشناها يعني بحياتي.